حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. قوة أمنية تهاجم التحرير والحكومة تتعهد بكشف الملابسات خلال 3 أيام. في صحيفة الزمان، متظاهرو التحرير: القوات الأمنية لم تسمح بدخول الإسعاف لنقل الجرحى. ونطالع في اندبندنت عربية: الصواريخ تستهدف قاعدة التاج وانفجارات تهز سبايكر في العراق. أما القدس العربي فعنونت: تصعيد عسكري في جنوبي لبنان، نتنياهو حزب الله يلعب بالنار. وشرق الأوسط: إيران تحرك حاملة طائرات وهمية في خضم توترات مع الولايات المتحدة. اخترنا لكم صحيفة الخليج الإماراتية: مستوطنون يحرقون مسجدا في البيرة ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه. نطلع أخيرا في العربي الجديد: مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود. تذكر حكومة الكاظم أن تظاهرات الشباب في ساحة التحرير حق مشروع، لكنها في المساء تصم أذنيها وعينيها عن الجرائم التي ترتكبها قوات مكافحة الشغب للمتظاهرين. علي حسين كتب في صحيفة المدى أن الحكومة ستندد صباح اليوم التالي بالقتل وتعلن إجراء تحقيق فوري لمعرفة من أطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين. على المواطن المغلوب على أمرها لا يسأل عن عناوين الذين يستخدمون الرصاص ضد متظاهرين سلميين. خرجوا يسألون لماذا صرفنا 60 مليار دولار على وهم اسمه إصلاح المنظومة الكهربائية. خرجوا يطالبون بمحاسبة حيتان الفساد الذين حولوا أموال الكهرباء إلى حساباتهم الخاصة، بدءا من أيهم السام الرائي مرورا بعالم الذرة حسين الشهر الثاني، وليس انتهاءا بالوزير التكنوقراط لؤي الخطيب. وإن ملف استباحة دم المتظاهرين لن يفتح على مصراعيه، لأن هناك خطوط حمراء كثيرة لا يمكن الاقتراب منها. هل تصدقون مثلا أن القضاء العراقي الذي غرم جواد الشهالي 200 دينار عدا ونقدا ورفض أن يفتح ملف صلاح عبد الرزاق وأخرج سليم الجبوري بجلسة شاين سيلاني يمكنه أن يصدر حكما بإدانة ضباط كبار؟ ولهذا بشرنا مجلس القضاء قبل أسابيع أنه يبحث في ملف قتل المتظاهرين ويطلب من الشعب أن يصبر، ففي العجل الندامة والله يحب الصابرين. لماذا بين الحين والآخر تصر قوات مكافحة الشعب على حرق خيم المعتصمين وقتلهم؟ هل تدرون أنه في كل قضايا القتل والاختطاف لم يحاسب المتسببون، لأن التقارير الرسمية تنكر كل ما يقال عن هذا الموضوع؟ أضاف الكاتب أنه منذ انطلاق تظاهرات تشرين وأحزاب السلطة تريد أن تؤكد للعالم أن الذي سرق البلد وخربه أشاع الطائفية والمحاصصة وباع المناصب إنما هم العراقيون المعتصمون ضدها في ساحات الاحتجاج، وأن تحرير ساحة التحرير بات مقدما على تحرير العراق من الفساد والانتهازية. تجددت إراقة دماء العراقيين في ساحات الاحتجاج على الظروف المعيشية الخانقة وانحطاط الخدمات العامة وسوء إدارة الدولة واستشراء الفساد وانعدام الأمن العام. وذكرت صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها أنه إذا كان المطلب الملموس وراء الاحتجاجات الراهنة هو تأمين الكهرباء، فإن غالبية المطالب التي رفعت في أثناء التظاهرات الأخيرة إنما تستأنف شعارات الانتفاضة الشعبية التي بدأت في شهر تشرين الأول من العام الماضي. التظاهرات الأخيرة أعادت تجديد روحية الحراك الشعبي العارم الذي شهدته مدينة البصرة في تموز 2018، واتسع بعد ذلك ليشمل معظم مدن الجنوب. ورغم تبدل الحكومات والوزراء والمسؤولين الأمنيين
وتراكم الوعود حول تحسين الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة، فإن الوضع ما يزال على حاله تقريبا، وبقيت حبرا على ورق تعهدات الشرطة العراقية بعدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين، كذلك بقيت مجرد أقوال. تلك الوعود التي قطعها رؤساء الحكومات حول اجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين أو تحديد المسؤولين عن مقتل المئات من شهداء الانتفاضة وإحالتهم إلى القضاء، بل إن الأمور تسير نحو الأسوأ في هذه الملفات. وأما أحدث وقائع الفساد فإن شر البلية ما يضحك، إذ أعلنت هيئة النزاهة إصدار أوامر توقيف بحق أمناء مخازن في صوامع النجف على خلفية اختفاء أكثر من 752 طنا من الحنطة قيمتها 421 مليون دينار، كانت الهيئة قد تأكدت من إدخالها فعلا. وقد وجد المسؤولون عن اختفاء الحنطة ذريعة غير مسبوقة في تفسير الأمر، وذلك بالزعم أن الطيور التهمتها، وهذا بالطبع هو الفساد الأصغر مقابل أنساق أخرى من فساد أكبر بمليارات الدولارات على صعيد تماسيح الفساد الأشرس. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إنه بين الدماء التي تراق في ساحات الاحتجاج والحنطة التي تلتهمها الطيور تتواصل محنة العراق فتتزايد المآسي وتنسد الآفاق. بالمختصر قالها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اليوم إن حكومات الفساد والنهب تتحمل مسؤولية خراب قطاع الكهرباء الذي يعاني العراقيون منه ويلات الحر اللاهب. فاتح عبد السلام رأى في صحيفة الزمان أن الكاظمي لم يسترسل في تعداد النكبات التي لحقت بالعراق من جراء أولئك الذين لم يمضوا في حال سبيلهم حتى بعدما حملوا في سنوات الفرهود، بحسب تعبير الكاتب حملوا ما خف وزنه وعظم ثمنه، ولا يزالون يحركون خيوط اللعب عبر أطراف وأذرع أقل ظهورا وشهرة. العراقي بكل صراحة لا يريد أن يسمع أن الحكومات السابقة فاسدة، لأنه كتب وصفه وتشخيصه لها بالدماء الزكية التي أريقت في جميع المدن العراقية في السنوات السبع الأخيرة في أقل تقدير. الشعب يعرف أين الخلل وينتظر من يعالجه لا من يذكره به، بل يزيد يأسه من إمكانية حدوث إصلاح قريب. الحر العراقي من دون كهرباء سبب كاف لتشكيل محكمة الحساب الأخير تكون صلاحياتها أعلى من تلك التي توافرت عليها المحكمة الجنائية العليا الخاصة التي أسسها الأمريكان لمحاسبة أركان النظام السابق. إن قناعة الناس أيها المسؤول الأول هي أن الإفلات من العقاب أصبح بامتياز نهجا وسلطة وشبه دستور، لذلك يخرج الشباب والشياب للموت في الشوارع حرا أو قتلا لا فرق. هذه قناعة الأغلبية الساحقة وستبقى إن لم تكن قادرا على أن تريهم كيف تجري العدالة في مساراتها التي تبرد صدور أمهات الشهداء والتي تعيد اللقمة المسروقة إلى أفواه الملايين الذين لا يأكلون ولا يشربون مثل ما يأكل البشر في أي بقعة تعيسة على الأرض. الكاتب رأى أن المقاييس التي تنتهجها الحكومات في وصف الوضع الاقتصادي والمعيشي ليست ذات بال إن لم تكن الدولة قد أعادت الكرامة لمائدة الأسرة العراقية بكل تفاصيلها، وليكن بعدها تقييم المنجز الحكومي أو حتى السياسي مرتبطا بتلك المادة. لا يمكن تجاهل اللحظة التي وقف في أثنائها حاكم العراق الجديد مصطفى الكاظمي أمام المرشد الإيراني علي خامنئي في قاعة مغلقة صغيرة تبدو وكأنها داخل ملجأ في إحدى ضواحي طهران، حافي القدمين منحني الرأس شابكا يديه على راحة صدره بخشوع. هكذا وصف ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية أن هذه اللحظة اختزلت كثيرا
اختزلت كثيرا من المفردات السياسية والاجتماعية والأخلاقية وحتى الدينية، وسقطت من خلالها جميع تسويغات اللياقة الدبلوماسية لمكانة رجل الدين الحاكم الأول في إيران. كلما حاول العراقيون نسيان الحرب المؤلمة مع عام 1980 و1000 وحتى عام 1988 و1000 مع إيران التي أصبحت حقيقة دوافعها واضحة بعد 40 عاما، ينكئ خامنئي جراحها في إشعار يومي للعراقيين شيعتهم خاصة أن عليهم الاستسلام لولاية الإمبراطورية الجديدة بلا قرارات مستقلة وبإذعان مهين له، وتسليمه موارد بلدهم والبقاء أسرى رحمته ورحمة عصاباته جياعا مشردين متخاصمين. ما حصل في بروتوكول مقابلة خامنئي للكاظمي يعيد مناخ زعامات كهنة العصور الوسطى، وكان الأمر طبيعيا لو حصل لزائر من معممي زعماء الشيعة العراقيين الموالين، لكن أن تحصل لمسؤول العراق الأول مصطفى الكاظمي المعروف بليبراليته في أول زيارة خارجية له بعد تسلمه رئاسة الوزراء وفي ظرف حساس، فتلك حالة لا توضع في مقاس الشكليات بل ترسم علامات استفهام قد لا تكون في صالح مسيرته السياسية إن لم يصحح انطباعات العراقيين حولها بإجراءات حقيقية. هناك ملفات كان لا بد من التحضير لها قبيل الزيارة، وأخطرها ملف الميليشيات المهددة لأمن واستقرار البلاد خصوصا في هجماتها المتكررة على المصالح الأمريكية في العراق. هل فعل الكاظمي ذلك أسوة بالتحضيرات التي أعلن عنها حول زيارته للرياض، أم اكتفى خلال المقابلة بالاستماع إلى تقريع الإمام حول مقتل قاسم سليماني؟ أضاف الكاتب أنه بغض النظر عن أجواء تلك المقابلة المهينة في طهران، وهل كان الكاظمي حزينا أم مغتبطا بها، في كل يوم جديد يمر تصبح الظروف أكثر صعوبة، وخصوصا في الخيار بين أن يكون جريئا شجاعا في التغيير عبر قرارات وسياسات وطنية سريعة، وبين المسار التقليدي لأسلافه رؤساء الوزارات، وبذلك سيكون حكم ثوار العراق عليه أقسى وأمر لأنه خدعهم بالشعارات. ذكر موقع ذا هيل الأمريكي أن الكارثة التي تلوح في لبنان تستدعي مزيدا من الاهتمام في واشنطن. تتجه البلاد بسرعة نحو أسوأ مصير متوقع، دولة فاشلة مع أزمة الديون التي تفاقمت بسبب كورونا وتدابير الإغلاق الاقتصادي. وذكر الموقع بمقال للباحثة منى يعقوبيان أنه يمكن مقارنة حال لبنان بشكل متزايد بما يحدث في فنزويلا، ولكن لبنان أسوأ من فنزويلا التي يمكن لمواردها النفطية في النهاية تمويل حالة من الانتعاش. الكاتب تقول إن الإحصاءات مذهلة، فقدت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها منذ تشرين أول 2019، ما أدى إلى زيادة التضخم الذي يقدر الآن بحوالي 55%، وشهدت بعض المواد الغذائية زيادات في الأسعار بنحو 200%، ويعيش نصف سكان لبنان تحت خط الفقر، وتقدر نسبة البطالة بحوالي 40%. وتشير الكاتبة إلى أن علامات اليأس قد تزايدت في هذا البلد، حيث حدثت 4 حالات انتحار بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة على مدى 3 أيام فقط، وتزايد انعدام الأمن وارتفع عدد الجرائم الصغيرة وارتفعت السرقات بسرعة كبيرة. وتقول الكاتبة إن الحكومة اللبنانية كانت غير راغبة في معالجة الأزمة بالإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. وأضافت الكاتبة أن الطبقة الفاسدة في لبنان صاحبة السلطة الحقيقية في البلاد كانت على استعداد لترك البلاد لتحترق بدلا من تنفيذ إصلاحات حقيقية من شأنها أن تقضي بالضرورة على المحسوبية والفساد. وترى الكاتبة أنه مع انهيار لبنان فإن المخاطر على الولايات المتحدة ستتضاعف، فاستقرار لبنان هو من مصلحة الأمن القومي الأمريكي لسبب وجيه، هو أن فشل الدولة هناك
سيؤدي إلى العديد من التطورات المزعزعة للاستقرار والتي ستعرض مصالح واشنطن للخطر. وبحسب الكاتبة فإنه بالنظر إلى المخاطر فإن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتجاهل انهيار لبنان الوشيك، وأن عليها بمساعدة من الدول الغربية أن تقوم بجهد دبلوماسي مكثف لدفع الحكومة اللبنانية نحو الطريق الصحيح. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا يتطرق إلى تسييس الاحتلال الصهيوني للتنقيب تحت قرية سلوان والقدس القديمة في إطار المشروع السياحي المعروف باسم مدينة داود للكشف عن معابد يهودية يدعي الصهاينة أنها تقع تحت المسجد الأقصى المبارك. وذكر الموقع أن الحفريات الصهيونية هدفها إعادة كتابة تاريخ القدس من جديد. الموقع يشير إلى أن الكثيرين أكدوا أنه مع وجود حوالي 45 ألف فلسطيني يعيشون في سلوان، بات مشروع مدينة داود وغيره من مشاريع الحفريات في القرية جزءا لا يتجزأ من الجهود الإسرائيلية لتعزيز سيطرتها المادية والسياسية على الأحياء التي تحاذي البلدة القديمة للقدس، كما أنها تهدف إلى تعزيز موقف حوالي 400 مستوطن يهودي يعيشون في سلوان في انتهاك للقانون الدولي. ويضيف الموقع أنه عند دخولهم أي من هذه الأنفاق يحاط الزوار بإشارات تتضمن معلومات تصور للزائر ما كان موجودا في المنطقة قبل 3000 عام، ولكن في حين أن للقدس تاريخا طويلا ومتنوعا ثقافيا ودينيا، فإن المعلومات المنقولة في الأنفاق تركز حصريا على تاريخ المدينة اليهودي. ونقل الموقع عن باحث الآثار في القدس عبد الرزاق متاني أن العدد الدقيق للأنفاق المحفورة تحت المسجد الأقصى والمدينة القديمة لا يزال مجهولا، وقال إن السلطات الإسرائيلية لا تعلن سوى عن عدد محدود من الأنفاق، بينما تمنع أي علماء آثار أو مساحين خارجيين من دراسة المنطقة. ويقول الخبراء أن الحفر تسبب بأضرار هيكلية للمنازل الفلسطينية، كما بدأت الأنفاق تهدد أساسات بنية المسجد الأقصى. وختم الموقع تقريره بالتذكير بأنه منذ بدء التنقيب دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو دعت الكيان الصهيوني إلى وقف الحفريات مؤكدة عدم شرعيتها، وتوقفت الحفريات لأشهر في عام 74 و900 وألف. وفي عام 96 و900 وألف فتح رئيس الوزراء الصهيوني حينها بنيامين نتنياهو مدخلا إلى أنفاق الحائط الغربي المتخم للمسجد الأقصى المبارك، ورد الفلسطينيون باحتجاجات واسعة قامت قوات الاحتلال في أثنائها بقتل نحو 80 فلسطينية. ابتكرت بلدية دبي حلولا عديدة في أثناء عيد الأضحى المبارك هذا العام لمواجهة أزمة جائحة كورونا، وقد أعلنت تعاونها مع مجموعة من التطبيقات الذكية لشراء المواشي، وذلك من أجل تحفيز المواطنين على اتباع التدابير الاحترازية والوقائية للتقليل من انتشار فيروس كورونا. فقد ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن بلدية دبي تقوم بتوعية المتعاملين وتشجيعهم لاستخدام التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، إذ تقوم البلدية بالإشراف على تلك التطبيقات. وعرضت أبرز المزايا والخدمات التي يمكن للمتعاملين أن يستفيدوا منها بأمان باستخدام التطبيقات، مع التنويه المستمر بضرورة الالتزام بعدم الذبح خارج المجازر. هذا وذكرت البلدية أن التطبيقات الذكية تتيح للمتعامل إمكانية اختيار نوع الماشية المناسبة حسب ما هو متوفر في كل تطبيق، وحجم الماشية ونوع التقطيع المناسب وموقع التوصيل. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد، في رعاية الله.